السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الغاليين، ازيكم؟ فيديو جديد النهارده ان شاء الله. اول يوم بطلع منها بالعجلة بره الشارع، بجربها النهارده ان شاء الله. هي لاند روفر بايك زي ما انتم شايفينها كده، ده الشكل النهائي بتاعها من بعيد. عجلة ما شاء الله جميلة مميزة. تعالوا نتكلم على مواصفاتها دلوقتي ونشوف ايه مميزاتها. طبعا الاضافات اللي هضيفها عليها انت شفتها في الفيديو اللي فات. ان شاء الله نكمل الفيديو ده، ان شاء الله اعمل لكم تصوير برضو منها بالليل النهارده ان شاء الله. شوف الاضاءه بتاعتها كلها، قرب منها شويه. طبعا العجله دي 7 سرعات ورا و3 قدام. ده طبعا الجزء اللي بيتحرك دي الفرامل زي ما قلنا المره اللي فاتت.